السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلمة. اليوم عندنا مقابلة جديدة مع الأخ يوبا من تونس، ونحاولوا باش نتعرفوا عليه. سامحوني قبل كل شيء شوية مستبرد، يعني خشمي مسدود عادي، ونحاولوا باش نسلموا على يوبا. أهلا وسهلا يوبا. أهلا بك كريم، أهلا بالسادة المشاهدين. اليوم نحب نحكي معناها على تجربتي، كيفاش تنقلت من الإسلام للفكرة الحالية. باهي ساعة، قبل كل شيء خلينا نتعرفوا على يوبا، شكونه، قداش عمره، يعني نبذة على حياتك بصفة عامة، الحاجات اللي تحب تقولها. طبعا تفضل. أنا يوبا من تونس، عمري 19 سنة. معناها عندي موهبة في السبورتيف، يعني سبورتيف رياضي، يعني تقصد رياضي. أعطينا فكرة على طفولتك، معناتها باش ناخذ معناتها الطفولة بتاعك كمثل، مش معناتها بسيفتك أنت كيوبا بحد ذاته، أما كمثل. مثلا نضرب لك مثال، معناتها العائلة بتاعك كانت صعيبة، متدينة مش متدينة، أمك كانت صعيبة، أبوك كان صعيب، يعني هذه هي اللي حبيت نعرفها، يعني على الجو العائلي اللي كنت عايش فيه وانت صغير، وقت عقلت على روحك وانت طفل صغير. تفضل. وقت كان عمري 4 سنين دخلت للكتاب، يعني دخلت للكتاب، وما تعرف الكتاب هذيك يقريو في المادة يقريوك معناها بطريقة رعب، معناها كانك ما انت مثلا تقرا كسور صغار، تقرا مثلا تينو الزيتوني ولا تبت يدي ابي لهب وتب، تحس روحك داخل جهنم من الصغر، يعني كيبدا يقرا مثلا في تبت يدي ابي لهب وتب، يبدا يقرا فيها بطريقه معناها غليظه، معناها كليها خوفك ولا حاجه، فهمت؟ وانا كنت معناها نحفظ كل شيء، وكان عندي معناها نغمه في الصوت، فهمت؟ وكانت مثلا مامتي كي تجي تروح بيا هو يعطيني الحلوى، معناها ديما نحفظ كل شيء، يعطيني حلوى، فهمت؟ على خاطر ديما نحفظ ونقرا بالقليل. ومامتي ديك تجي تروح بيا مثلا نقول لها راهو يقرا بالقدا وكل شيء، نزيد ناخذ من عند مامتي 200 فرانك ناخذ بهم كوشو، معناها هذه واحده شوكولاته. شكون جاتو الفكره؟ هل اخواتك الكل دخلوا الكتاب ولا انت برك؟ لا انا برك. علاش؟ ما عنديش، عندي اختي واحده، معناها واحد برك. اي علاش انت دخلت الكتاب؟ يعني اختك دخلت الكتاب ام لا؟ لا، على خاطر طفله طبعا. لا بتبيع. يعني الوليد برك. وشكون جات الفكره بعد باش يدخلك الكتاب؟ يعني هل عائلتك متدينه؟ لا عائلتي مش متدينه وقتها، مش متدينه معناها بالقديه، اما وقتها خاطر ما عندناش فلوس، معناها باش ندخل الروضه، معناها فهمت، معناها كتاب ارخص وشدك معناها مثلا من 8 نص نهار ولا 8 ل 10، فهمت معناها، فهمت. يعني الدافع بتاع دخولك الكتاب ما كانش جانب عقائدي وانما جانب اقتصادي. اي جانب اقتصادي نجم تقول. اي ذكرت لي واحد نعرفه عنده 3 بنات لبسهم الحجاب، قلت له علاش لبستهم الحجاب؟ قال لي ارخص، تقعد نشري لهم في حوايج ونعمل لهم الحجامه وكل شيء. قال لي انا راني ما نمنش عادي، ولكن لبستهم الحجاب على خاطر ارخص. اي فهمتك. قداش قعدت في الكتاب؟ عامين. عمري 4 سنين ونص وقتها، ولا 5 4 كيك. عامين حتى تكشي للمكتب، ودخلت المكتبة عمري 6 سنين. وقت دخلت للمكتب وصلت في الكتاب والتتبع يعني للقراءة القرآن و... لا قعدت ما فما وقتها في البرمير سنة أولى وسنة ثانية تقعد تقرأ قرآن، تربية إسلامية وكل شيء عادي، معناها عادي تقرأ حاجة أخرى. لا الموهبة بتاعك يعني في حفظ القرآن ما وصلتش عليها بعد يعني؟ لا حتى كشي لين وصلت للكوليج هذيك وقتها كما نقولوا نحن بصدفة، مش وصلت احكي لنا عن الحالة هذه.
نبدا نحكي من عمري من اللي وقت دخلت المكتب ومن بعد من نص لحتى الكوليج. خاطر كان في المكتب عندي معناها تصرفات تدل على شخصيتي معناها نحكي معناها. تفضل. في المكتب معناها كنت ديما نحب معناها نحب نكون مميز على العباد معناها ديما عندي معناها كلام كيما معناها لما تعملها الفازه هذه ولا تعملها العفسه هذه ديما نحب نكون مميز على معناها الصغار اللي غادي معناها ديما نحب نكون انا عندي معناها حاجه مميزه. فهمت؟ وكي وصلت للكوليج حسيت الكوليج عملت الويتيام وقتها نتذكر مروحت معناها من الكوليج الستة بستة نلقى معناها نروحت لدراماتي خاطر دراماتي قريبة للكوليج. روحت كي روحت لدراماتي نلقى خالي وكل شيء وجماعة سني خالي قال لي صليت العصر والمغرب قلت له لي قال لي بلا ملا برا توضى ويجا صلي هو قاعد في البيت يقرأ في القرآن وقتها يا اخي مصليت العصر ما سر كله سر فهمت وبديت نصلي في المغرب كي بديت نقرا معناها بكسوت هذاك معناها قريت كي قريت الركعتين الاولانيين شهر معناها كي بديت نقرا خالي معناها عجبته قال لي هو عندك معناها صوت باهي كل شيء وتنشوف واش نعملوا لك معناها نشوف شنو باش نعمل معناها يا اخي بعد ثلاثة ايام قال لي جيني قال لي راني سجلتك في مدرسه قرانيه ونهار لحد مع العصر كل نهار لحد تمشي تنهزك تمشي تقرا فهمت وصلت غاديك معناها وصلت للمكتب المدرسه القرانيه دخلت معناها من لولي قريوك جزء عام في بيت جزء عام ومن جزء عام معناها حفظت الكل تعدي في السيف يعني تعدي معناها كما نقولوا نحن امتحان شفوي وقتها السنه الاولى تعدي كان امتحان شفوي الكتابي تعدي كان في السنه الثالثه كي عديت الامتحان الشفوي خذيت 20/20 معناها صوتي خاطر صوتي معناها به على وكنت نحفظ فيه نحفظ معناها بالقدير عديت العام الاول جزء العام كنت حافظه معناها حفظته بعد عديت العام الثاني جزء الملك جزء الملك هاي خمس احزاب نرموهم حفظت كان خمس احزاب جزء الملك العام الثالث ما كملتش خاطر خالي توفى وانا وقتها ما نجمش نمشي وقتها فترة الثورة ومن بعد الثورة فما ارهاب وكل شيء وسمع بابا بالحكاية كل سوريا يدمغ جوهم ولا كيف اخي قال لي بطل ما عادش تمشي ما خلاني ما عادش خليني نمشي وانا زيد ما كنتش معناها نحب نمشي خاطر معناها نحب نقرا قران كنت يعني كنت هذيك نسخايبه حاجه معناها مميزه عرفت كي العباد يقولوا لك مثلا اذا اقرانا ولا حاجه تحس معناها انت روحك معناها عندك حاجه والعباد ما عندهاش فهمت كيف؟ اي كيما مثلا المغني ولا اللي يعرف يرسم ولا اللي يعرف يقد حاجه معينه ما يعملوهاش الناس الكل على خاطر هذه موهبه تسمى باهي ما تنجمش تجود لنا هكايا وترتل لنا خاطر فما التجويد وفما الترتيب طبعا انت قريت القواعد بتاع القران وكيفاش التجويد وكل هذيك الامور غنى والادغام والادغام وغيرها قطب جد الحروف تنجمش حفظ سوره الهكم التكاثر لان تعرف المسرحيه اللي تسميت باسم الهكم التكاثر تونس وتم يعني عليها ضجة لماذا يعني يسمي المسرحية باسم معناتها آية من القرآن والشخص في عوض معناتها يتمسك برأيه وبحريته في هذا الاختيار تم التراجع والاعتذار لعلماء الجهل والتخلف وبدل اسم المسرحية وخلاها مش بدلها حذف اسم المسرحية الهاكم التكاثر وخلاها باسمها الفرنسي فقط جود لنا طرح الهاكم التكاثر هي مش طويله ياسر معناتها اما جود لنا خلي يسمعوك الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما بديتش بسم الله الرحمن الرحيم وفيتش صلاة الله. مش مشكلة. مش مشكلة. المهم شكرا يعني على هذه الموهبة اللي وقفتها يعني هي رغم اللي معناتها الموهبة احنا ما بيهمناش القرآن ولا مش القرآن.
اما الصوت الصوت يعني تنجم معناتها تنميه بحاجات اخرى. فانت المهم يعني العائله بتاعك مش متدينه. لا نحب نحكي حاجه نضحك وانا على العائله بتاعي. مره قاعدين على الفطور، مره قاعدين على الفطور واختي وقتها اختي وامي والعائله بتاعي في بالهم يعني معنا نخمم كيكه بطريقه هذيك، معنا نخمم بطريقه اخرى، ما عادش نخمم كيما قبل كنت معنا. هذه جديده القصه. جديده تنجم تقول جديده. يا اخي اختي دارت قالت لامي نورمال معناها ما نورمال تخلي ولدك يخمم كيكه معناها تخلي يخمم كيكه نورمال تتبرى منه ولا تقتله. قالت لها قالت لها فما حديث وبابا يسمع فيها وسكت معناها يغزل وقعد بيت فيها. قالت له فما حديث ويقول فما بدل دينه فقتلوه، سمعته في التلفزه كان ناريك ويتفادلك معناها جابتها فادلك. وبابا مش مسينس معناها يقولها يكش عليها ولا مش مسينس بابا يكش علينا معناها مخلينا على راحتنا. بابا دار لها قالها قال شكون قالوا الحديث هذا؟ قال قتلوا ليه مش انا قلت البخاري. قال شكون سي البخاري؟ قال البخاري يا اخي البخاري ذي يعني سي البخاري ذي جابكم معايا ولا تعب عليكم معايا ولا ربيكم معايا يعني باش يقول اقتلوهم كي بدلوا دينه. مش كله سي البخاري رواه البخاري عمل لي يعمل لها رواه البخاري مالك رواه هو روايه غير خلي الروايه نتاعو عنده يعني تنرفز بجدو اي تنرفز على الاخر عليها وحشمت اختي على الاخر معناها اول مره خاطري ينبزها مش نسيان. يعني هي اختك متدينه ولا لا؟ لا عادي عادي. معلش قالت كلام هذاك بجدها ولا ليه؟ تفادلك هي تشوفي الرياكسيون تاع امي وبابا لما يتفادلك يا اخي بابا. هي تحب تشوف ردة الفعل تاع امك وبوك. اي هي معناها تحب معناها يعطي كيما نقولوا نحن هما زوز تحبهم يعطيوني على راسي يعني زعما عرفتك اللي يمزوني ولا حاجه يعني حب يعني حفرت جب لاخيها يا اخي وقعت فيه صحيح. المهم يعني نجم يقولوا لعائلتك معناتها ناس متفتحين. اي تنجم تقول يعني الاسلام التونسي يعني الاسلام التونسي بتاعنا القديم. صحيح مش متاع قاتل ومش متاع معناها العادي معناها تمشي تصلي على روحك هكا فهمت معناها عادي وقت تحب تمشي تصلي تمشي تصلي وقت تحب تقعد عادي. اما المشكله فما العائله متاع الكبيره متاع امي متدينين. العائله بتاع امك متدينين. اي خوالي وكل شيء خالي مثلا مشى الحج حاج ثلاث مرات. كان عطاهم الفقراء خير. صحيح. حاج ثلاث مرات وعنده معناه يكتب ويقرا بخاري ونبهت فيه معناه ساعات نبهت فيه معناه ساعات يقعد معناه يجمعهم الكل يقعد يحكي لهم وامي تقول لي اسكت ما نحكيش معه اسكت خليه يحكي ما تخليني نحكي معناه. هو يقول لي اسكت هذا اللي دخلك المدرسه القرانيه؟ لا مازال عايش. اللي دخلني المدرسه القرانيه خلي الاخر. اوكي المهم اعطينا توا كيفاش انت معناتها كيفاش بدات الحكايه بتاع انك بديت يعني وقت كنت صغير كيفاش كنت تنظر للاسلام؟ اعطيني فكره كيفاش كنت تنظر للاسلام؟ كي كنت صغير كنت ننظر للاسلام معناها حاجه عاديه مش معناها اسلام معناها كيما نقولوا نحن نمط حياه كيما قبل كنت نظن نمط حياه معناها تمشي تصلي وكي تمشي تصلي تحس راحه نفسيه وكهو معناها ما كنتش معناها نظر له بطريقه معناها باش يدخلك للجنه وما كنتش معناها نؤمن بالجنه ما كنتش ما عنديش دليل. كنت صغير بالكل عرفت السومعة نتاع الجامعة كانت طويلة هذيك نسخابها الرب هذيك بدهم نبوس فيها. كنت صغير بالكل السومعة تسخابها هي الرب. اي كنت سخابها الرب معناها كنت سخاب الجامعة هذيك معناها. عائلتك وقت كنت صغير كانوا يخوفوك من النار و اي بالطبع. اعطيني امثله مثلا كيفاش؟ مثلا تعمل اكي تعمل حاجه ذي كان تعمل تسب امك ولا معناتها تعمل ما تسمعش الكلام ربي علقك من شفافر عينيك وكان لغه ذيك. وانت كنت تخاف؟ اي بتبيع يا اخي تجيك امك تقول لك ربي علقك واحد من شفافر عينيك مش خاف طول معناتها. انت صليت؟ اي بالطبيعه كنت صلي كنت مواظب على الصلاه بتاعك؟ لا من بعد ما مات خالي لا.
يعني كنت تصلي على خاطر خالد؟ اي كنت، كان يعطيني ساعات دينار فين يعني من المؤلفة قلوبهم. لا هيك يأجرك. المهم كنت تصوم؟ هاي اي عمي ولا ما صمتش. لا ماني انا سبورتيف طيب وحدي، ما امي تقول لي ما نجمش، امي تنجم طيب لي راه، اما ما تنجمش تقوم معناها تبدا صايمه تعب، فهمت؟ قد تقول لي طيب وحدك امورك صار. ويعني ما هيش معترضه على انك تفطر؟ عادي 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 تفطر. عائلتي معناها عائلتي الصغيره عادي، اما كي نفطر قدام عائلتي الكبيره فما حكايه، ويكسبوا الكلامات والسلامات، امي ما تحبش الكلامات فهمت، وقيل وقال يعني بينك وبين عائلتك الصغيرة قدام أبوك وأمك وأخواتك عادي؟ عادي عادي. بابا ديما يقول لي، ديما يقول لي في باله معناها هي حكاية طيش، معناها معناها هكا أنت صغير تخمم كيكة بيتشي كي تكبر تتبدل ولا حاجة، هما في بالهم يعني ربي يهديك. يعني النجم نقوله العائلة بتاعك هو يمثل الإسلام التونسي بتاعنا، الإسلام بتاع شيخات رمضان، شيخات سهريات في الليل، الحصيدة بالسجوجو، العيد الكبير والمشوي واللحم، يعني الأمور يعني كل ما هو فولكلورية وعادات وتقاليد يعني ما تمثل حتى خطر على المجتمع التونسي. عائلتي تنجم تقول فك القولة اللي يقول أخطى راسي واضرب، عائلتي كيكا أنا بعدنا ولكن انت توا معناتها في عائله نجم نقولوا احنا عائله متفتحه، بوك وامك متفتحين، عائلتك باهي، العائله القريبه اللي هي المهمه اللي تربيت فيها هي عائله جدا متفتحه، عندها حتى مشكل، بل بالعكس هي تخاف عليك حتى وقت شافوا حكايه بعد الثوره الارهاب وكل شيء، يعني قالوا لك بطل القران وقعد في الدار، خافوا عليك. اذا معناتها ناس منطقيين وعقلانيين وخافوا على اولادهم وينصحوا ولادهم ويتبعوا ولادهم. علاش معناتها شكيت في الدين؟ مره شنو هي الحاجه اللي خلاتك رغم هذا التفتح الكل ما تحبوش هذا الاسلام حتى ولو هو اسلام كما نقولوا احنا مسالم؟ مره معناها قاعد معناها على الفيسبوك نتصفح في الصفحات معناها، وقاعد وهبطت معناها تصويرة مجرة التبانة ذا ميلكي واي، يعني مجرة التبانة معناها مجرة التبانة، ومجرة التبانة كان فيه فوقها الله خلق السبع سماوات والأرض وسبحان الله والله أكبر، وتهبط الكومنتير تلقى العبيد الكل سبحان الله سبحان الله، وفما حتى واحد يسأل معناها ويقول لك لو فما الكوكب هذا مثلا الكوكب هذا أكبر من الأرض بنا عنش قديش من مرة بعشر ألف مرة والمناش قديش مجرة تقصد؟ أي مجرة الكوكب، الكوكب في المجرة ذيك يعني أكبر من الكوكب الأرض برشا مرات. أي والعبد الكل ما تسألش، يعني العبد الكل تقول سبحان الله وسبحان الله وما يسألوش. قعدت بيت وقعدت بيت من بعد تعديت، قعدت بيت وتلفت الحكاية معنا وتعديت معنا الأيامات، وعندي صاحبي نقرأ معاه وقتها ربوبي، اما ما في باليش بيه وقتها في حصص الفلسفه انا ديما نسال نحب ديما نعرف معناها، هو لاحظ عليا كيما نقولوا نحن حكايه يخر مالي كيما نقولوا جمله، قال لي توما مالي جمله كيك ملحيت معناها، قال لي توما تحسش روحك بهيم شويه توما الدين غلط تعرفش عليه غلط ولا صحيح، قلت له كيفاش معناها العباد الكل يؤمنوا به ذوكم بهيم معناها ما يفهموش معناها، قال لي بهيم وقام يضحك، قال لي من بعد قال لي نفدلك معاك معناها تمشيش تغشش فهمت يا اخي، وانا مروح معناها في الليل قاعد مش نرقد انت تعرف كي ترقد معناها تقعد سنه في الفتره اللي تقعد سنه فيها النوم معناها تقعد تخمم مع روحك معناها، رجعت لك الفلاش باك، عملت لك الفلاش باك كي للتصوير ذاك المجره وبديت نخمم تو بلي تو معناها تو انت كي تعمل مثلا فوتينج على الحومه نتاعك 400 متر معناها 400 متر ولا 300 متر وتعمل عليه فوتينج اربع مرات تتعب، فما بالك معناها حاجه معناها كل البلاد كامله تعمل فيها فوتينج تتعب على الاخر، معناتها كوكب الارض كبيره على الاخر كبيره برشا، تصور انت فما معناها كوكب اخر اكبر منه ما عادش قداش مره
معناها هذا معناها الإله معناها مع إله يعمل في كوكب آخر أكبر من بتاعنا علاش معناها هذا السؤال الأول علاش يعمل في كوكب ومن بعد بيت نسأل ونسأل في روحي ونحكي ألعب الحوار الداخلي يعني. أي أي ما يسمى الضمير الداخلي بتاعك يحكي فهمت النفس بتاعك تحكي إيه الحوار الداخلي بديت نسأل علاش علاش الإله علاش الإله بتاعنا يبعث لنا في الأنبياء ومربحنا منهم حتى شيء الأنبياء ربحنا منهم كان التفرقة والكرة معنا فرق ما بين الإنسانية يعني فرق ما بين الإنسان يعني هذا مسلم هذا مسيحي هذا يهودي هذا ما يقولكش معناها هذا هذا إنسان ولا هذا حاجة معنا ولا يقولك هذا كون إنسان باش تدخل الجنة ولا كون حاجة باش تدخل ما يقولكش ليه يقولك يعني الإله متاعي النبي يقولك مثلا الإله متاعي خلقك أنت بالعقلية متاعك وبالمخ متاعك بالعقلية متاعك وبالنسبة للتفكير متاعك وبالشخصية متاعك المميزة على غيرك معناها باش تتبعني أنا وباش تتبع مذهبي أنا وباش تتبع معناها الملة متاعي أنا باش تدخل الجنة اللي قال هي الأقل عليها الإله متاعي أنا ما فماش احترام معناها ما فماش احترام للعقل التميز معناها التميز معناها الحاجة اللي تميز ما بين البشر يعني لما تقول الإله اللي الإله هذي يقول لك معناها صحيح خلقتك أنا باش تبدع وخلقتك أنا معناها بشخصية معناها قوية وتفكير ونسبة تفكير معناها عالية أما فيش قام عليك معناها كانوا يقول لك فيش قام عليك معناها طالع على القمرة تكتشف ولا تعمل في صاروخ طالع على القمرة تكتشف هاو جنة هاو نعطيك جنة معناها هاو نعطيك أنا جنة وفيها حريات وشوية خمر وشوية معناها حكايات معناها وقعد وسايب عليك طالع تكتشف في الكواكب الاخرين فاش قاعد تعمل فاش قاعد تعمل طالع تكتشف علاش تكتشف معناها الجنه ذي انا معناتها اكتشفت معناها انه الجنه هذه معناتها تعطي نوع من الانانيه معناها للبشر معناها للخمول يعني اي وتعطي معناها نوع من البخل يعني البخل اي الخمول الواحد يعني ما دام فما الجنه علاش نقعد نكسر في راسي نفس الفكره نتاع مثلا ما نجحتش في قرايتك مش مشكل المهم تربح جنتك اي كيكة بالضبط اي ذيك معناها خلتني معناها نستغرب معناها فكرة ذيك خلتني نستغرب على عليش معناها عليش فاش قام عليك قاعد تعمل في الحكاية عليش قاعدة الإنسانية تعمل في الحكاية ذيك يا اخويا اما عليش ما تعبدش الإله هذي وتدخل الجنة على روحها وكهو معناها عليش نقعد نعمله في الحكاية ذيك كل معناها عليش تضيع في وقتك اصلا صحيح اقعد صحيح صوم وموت شهيد وكهو وفجر المشكلة اللي العلماء اللي يدعو للجهاد حتى واحد ما فجر روحه هاي ذيك المشكلة وين هو برا فجر روحك يا اخوي برا انت فجر روحك تم فجر من بعدك حتى حد ما فجر روحه هذيك على مسألة التصوير اللي قلت لي عليها متاع المجرة وكلها سبحان الله مرة بعض الاخوة عملوا تصويرة متاع ثعبان يعني ماسك بسمكة وكاتبين تحتها سبحان الله الثعبان أنقذ السمكة من الغرق أنت تعرف كي نقول لكم نعرش مئات الآلاف سبحان الله يا معلم فهمت أنقذ السمكة من الغرق بالرسمي معناها بالحق عبيد معناها تحسهم عندهمش مخ ربوات ولا كيف اسمع يوبا الإسلام عنده نوع ما يسمى بال أوتوماتيك يعني بالعربي شي يقولوا يعني الآلية يعني لازمك وقت تقول محمد تقول صلى الله عليه وسلم تشوف حاجة تقول سبحان الله فهمت هذه الآلية يخليك أنت ديما مرتبط بالإسلام يعني العقل متاعك يولي يخدم إلا في إطار الإسلام لأن الإسلام هو راهو ديما نقولها أنا الإسلام هو آلية في مخك لازم الإنسان وقت يتولد نأذنه في وضنه لازم الإنسان وقت يكبر خوفه من النار نطمعوه في الجنة الترغيب والترهيب لازم الإنسان نطهروه لازم الإنسان نعمله العيد الروتين الصلاة 5 مرات هو عبارة على نظام عسكري مش المخ متاعك من نجمش يفكر في حاجة أخرى لأن الإسلام هو الاستسلام فهمتك أي الفكرة ذيك معناها جيتني من بعد معناها من بعد كي جات معناها
بس نتأكد معنا لذي الكل ورا قبل معنا ما ندخل في التفاسير وندخل في الفازات متاع الاهزاج العلمي وقبل معنا ما ندخل في الخزعبلية هذيك الكل. أدي قبل سمحني ما كنتش تتبع الدين وتحب تعرف الدين وكل شيء يعني كنت عادي يعني تصلي تصوم عادي ما عمرك حل معناتها مشيت تفحص في التفاسير وفي التاريخ وكل شيء ما كانش يهمك هذاك الشيء؟ لا 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 ما كانش يهمني ما كانتش ما. لكن وقت طرحت السؤال انت معناتها عندما وقع لك الشك ما يقول ابن رشد الشك واليقين وقت رجعت للمصادر الإسلامية فما درس قريته في الليسي يحكي على ذاك الدرس ذاك الشك إلى اليقين يحكي على ابن رشد الشك وتاريخ اليقين أي ما كنتش معناها ما كنتش تنحكي فيها من بعد دي فاز الليسي خاطر فيها فازة معناها وحدها نحكي فيها وحدها ما كنتش معناها نلوج على التفاسير معناها ما كنتش نعرف شكون الطبري ما كنتش نعرف شكون ابن كثير ما كنتش نعرف حتى واحد معناها كنت جوست نسمع حتى باش نسمع ما نسمع جوست كيكه معناها اللي يقولوا لي والدي شنو نعمل معناها شنو الاسلام هذاك هو الاسلام معناها خير ما خدم فيه مخي جمله معناها بحسن الحظ معناها والدي معناها بهين معناها يقولوا لي ذاك هو الاسلام وما هي راه اخلاق والدي معناها ما حدا عنده حدا دخل في الاسلام كن واضحين أخلاق أذكم أذيك أخلاق والدي هم يقولوا إسلام هم مش إسلام مش إسلام الإسلام معناتها أكثر من هذاك المهم وقت شكيت شنو وقع لك بعد هك الفازيك معناه اللي حبيت نعرفهم في الدين كل يضربوا يركزوا عليهم الملاح ده معناه كل كيما مثلا الايات اللي تحب نفسرهم اكل اكواعب واتراب وكل يقولوا معنى اكيد يعطيهم معناها حاجه لازم انا نمشي نفركس عليهم ونشوف نتاكد منها ندخل للتفاسير معناها نشوف التفاسير الطبري تفاسير يقول لك معناها صحيح يقول معناها في الملاحده وكل في باجات الفيسبوك مثلا يقولوا في نقاه صحيح معناها في التفاسير الطبري صحيح معناها حاجه توقف المخ معناها هذه معناها تخليك معناها تفكر بطريقه اخرى وعندك جدل اللي خلوني معناها نخرج معناها من الدين جمله واحده هما تفسير الاعجاز العلمي هما اللي فسروا الاعجاز العلمي ذوك برجوليه خرجوني من الدين طول معناها كيفاش تفسيرات الاوائل مثلا نتاع المفسرين الاوائل الطبري والابن كثير وبعد كل بعد على تفسيرات الاعجاز العلمي يعني تفسر في القران على كيفك ولا ما فهمتش معناها مش حتى معناها قراب لبعضهم في المنطق بعد على بعضهم مثلا يقول لك نظريه الانفجار العظيم موجوده في القران عند 1400 سنه كيفاش بس اللي كيفاش ويجيب لك ايه يقول لك كيفاش هكا الايه يقول لك ففرتقناهما كيفاش فتق اي يقول لك هذيك الانفجار العظيم بعد كي نرجع لتفسير الطبري يقول لك ليه ها هذيك راهو محمد كان في باله يعني السماء والارض لاسكين في بعضهم والله معناها بعدهم على بعضهم حسب المعتقدات البابلية قبل واللي موجودة في ذلك الوقت أي الأعجاز العلمي معناه يوقف لك مخ يوقف لك مخ خليك خارج من الدين وتفهم إنه الدين معناها تجارة وكهو ماهوش معناها متاع ماهوش متاع معناها بش تحس بش تصلي ولا فهمت معناها ماهوش معناها بش تدخل بيه للجنة معناها مصلحة 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 خاصة إذا أنت بديت البحوث هذه فأنا عام تقريبا عام ونص عندي كيف نقول عامين عام ونص يعني أكي. بعد الثورة تقريبا بثلاث سنوات اوكي عطينا كيفاش عشت الثورة مشيت زي القصبة ولبست العلم وعيدت ومشيت معناها عشت بالقديم معناها مشيت مع صحابي ومشيت وقتها في النهار في نهار ذهلي وقت نهار مساعتين مشيت مساعتين روحت الأربعة الستة نتاع العشية ضرب الكرتوش اذا انت كنت يعني وقتها مع في الثوره كنت مع انت مع جهه معينه ولا غير مع اصحابك وكهو لا عندي عندي صحابي ما عنديش بس صحاب اما عندي صاحبي ذا ما نتعرف عليه في الليسي وقتها كي في الليسي انا وقتها كي دخلت البريمير اني دخلت البريمير عديتها وكي مشيت عمد الدوزيام عملت توجيه غلط هذاك قالوا لي راهو معناها التوجيه هذاك سهل وتعدى فيه ليكو معناها ايكونومي معناها ايكونومي اي قالوا لي راهو سهل وكل شيء وانا واختي زاد قالت لي راهو سهل وكل شيء وبرا عملوا وتمشي معك وانا وقتها نحب على الليتر معناها انا وقتها نبيه في حتى في الكوليج به في اللونجلي نحب على الليتر ونحب اللونج معناها وتعدي كي مشيت للدوزيام انا دوبلت مشيت للليسي بريفي لهنا في البريفي تعرفت على صاحبي هذاك
الربوبي معناها في باليش بيه انا من الاول الربوبي. من بعد كيف من بعد جيت لوش سالته قلت له هكا وهكا قال لي ايه غني هكا وهكا. اذا وقت بديت تبحث في المصادر شنو وصلت؟ وصلت كاستنتاج يعني الدين معناها تجاره وبرا مش معناها متاع يقول الدين. انا بالنسبه لي انا معناها تو الدين للضعفاء واللي خايفين من الوجود خايفين من الوجود نتاعهم معناها في الكون هذا معناها لازم يقول معناها الدين هذا معناها متاع واحد معناها يمشي يصلي ياخذ الراحه النفسيه نتاعه ويناحي الخوف نتاعه يعني وكهو مش معناها حاجه هو معناتها النجم نقوله معناتها كيفاش يوصف الدين هو عباره على معناتها بضاعه فهمت بضاعه نفسيه يبيعها العلماء ما يسمى بالعلماء بين قوسين المسلمين او نتاع الاديان ويعتمدون على المخزون نتاع الخوف لدى البشر ويستغلوا ضعف الانسان امام الموت امام المستقبل امام المجهول وهما يربحوا منه فلوس والضعفاء يتبعوه كمخدر فهمت يخليهم شويه نوعا ما مطمئنين. اذا قررت باش تخرج من الاسلام خرجت من الاسلام هل اعلنت اللي انت ما عادش مسلم ولا لم تعلن؟ اي ما بين اصحابي كل شيء في بالهم حتى اصحابي معناها مازالوا مسلمين وحتى عندي صحابي معناها مازالوا مسلمين ما يعرفوا شيء ما يعرفوش حتى تفسير كل شيء يقول لك راه مسلم والاسلام صحيح او كل شيء وكيقول لك تجي تجيب سقط بعديه مثلا ما تحكيش على الاسلام نقعد اصحابي كل شيء وما تحكيش على الاسلام ونعملوا قهوه ونعملوا اللي تحب ونعملوا وقت معناها نحكي كيما تحب اما ما تجبدليش على الدين ما يحبوش يسمعوا علاش ما عرفش يقول لك هذاك اللي تربينا عليه وهذاك معناها ما نحبوش نحيه وذاك اللي تربينا عليه والدينا تربينا عليه معناها ربينا عليه والدينا وكل شيء وذاك معناها مانيش قاعدين نضروا في حد نحن وكاو يعني وجدنا باؤنا على ملة وإنا على أثارهم تبعين هذيك كهي أما معناها عبيد معناها تقرأ معناها ذو معناها صحابي معناها يقرأوا يشوفوا معناها العلم وعندهم مثقفين معناها ويقول لك الاسلام معناها صحيح ما فهمتش متاكد كاين معناها عنده ثقه عمياء معناها ما فهمتش علاش مين لوش قول له لوش يقول لك خايف ليه ما نحبش نلوش ماذا بيا ما نعرفش ماذا بيه ما يعرفش معناها انت تلاحظ في تونس كثروا اللي معناتها خرجوا من الاسلام او ربوبيين او لادينيين بصفه عامه كثروا ولا ما كثروش في يعني كما نقولوا في المحيط بتاعك على الاصدقاء اي في باش نحكيك عليها القصه نتاع اللي قلت لك عليها ابن رشد هذيك شك الى اليقين في الوقت ماشي للليسي قريب مش بعيد على الدار واش تصب باليد كي دخلت الكلاس نسمع فيهم يقولوا معناها كيفاش يقولوا معناها رايك سبحان الله وعنده برشا ما ثبتش وثبت وكال يا اخي انا درت لصاحبي قلت له معناها علاش مدخل توا الله في الحكايه معناها مدخل الرب باش ثبت ثبت المطر يعني هذيك معناها جوز معناها حاجه فيزيائيه سحبه بارده دخل في سحبه سخونه وثبت المطر معناها دخل في اله في الحكايه قال لي مالي شكون حركهم الصحاب هذوكم وشكون حركهم الصحاب هذوكم ثبتت المطر اخويا قلت له علاش تحط في الله علاش ما تحطش مثلا اله اخر زوس ولا ابولو ولا تصرف معناها علاش تحط في الله وكاو قال لي قلت له علاش متاكد قال لي قريت القران يا اخي تاكد ما حبيش نروح معاه بالكلام وحبيش نروح معاه مع قديم بروف وكل شيء قلت له اي بي كنت لازم نقول له مثلا كان قريت الانجيل راك قلت معناها المسيح ولا حاجه علاش ما قريتش الانجيل ولا ما قريتش حاجه اخرى ما حبيش نكمل معناها وقعدت على روحي وسكت ومن بعد دي الدرس على كل شك كيفيه القولة الشك طريق اليقين بدي الدرس هو درس عربية يعني في كتاب العربية دارت طفلة هزت إيديها وصلت البروف قالت له هل يجوز الشك في الدين هكا معنا فرحت أنا قلت واحد يخمم كيف معنا فرحت معنا قالت له هل يجوز الشك في الدين قال نعم قال يجوز الشك في كل شيء حتى كي سمعت البروف ما سمعت فرحت بكدي ومن بعد شقال لها
مش تعرفش قال لهم بعد احكي له حكيه على واحد ما امام نعرفش كنت تعرفه امام عاد دهيت الكل فوق في صمعة ولا شنو 40 سنه ولا شنو ضاي الغزالي ولا حاجه هكا. قالوا وعطاها كتاب نتاعو يقرا نسيت العنوان نتاعو باش تقراه وكل شيء. باكي خرجت انا مشيت سالتها الطفله قلت لها علاش شكك كل شيء وبدينا نحكي وكل شيء. طلعبوها وهي تحكي بخشمها يعني عندهم اللي جودوا في جوده القران يعني يحكيوا بخشوماتهم ذاك في ما نعرفش كنت تعرفها سي كريم يعني يحكيوا بخشوماتهم ولا كيفين لاحظها معناها عليهم نعرفهم معناها اللي جودوا القران نعرفهم نورمالمون مش القران برك اللي جودوا بصفه عامه ولا اللي يغنيوا الكل هكاك عندها يحكيوا بخشوماتهم ولا كيف يستخدموا الهوام بين الخشم والفم وفما نطق معين فهمت هذاك علاش يعني اي كمل مشيت سالتها يا اخي قال لي قلت لها معناها انت تقرا قران يعني تجاوب قران قالت لي اي حافظه حتكش المجادله من جزء عام حتكش المجادله سوره المجادله قالت لي راهو وصلنا بالحكايات وكل شيء قالت لي راهو رجل الدين يعني هو اللي دخلها معنا اما مش مدينه راهو هي مش مدينه هو عادي معنا هي مش مدينه بو رجل دين وكهو هي معنا دخلها وخرجها زاد وقت في حكيت زاد الثوره خرجت وقت بعد الثوره جهاد النكاح وكذا خرجت ما اشتقر خرجت ما اشتقر تسمى وقت عائلتها بجهاد النكاح وكل شيء خرجت من المدرسه القرانيه نتاعها ما اشتقر خرجوها عائلتها خافوا عليها يعني خافوا عليها من فاز الجهاد النكاح وكل شيء بعد الثوره بس خايب خرجت مشيت لسوريا رجعتني ليه رحت ولكن بقات تقرا على روحها عادي اي بقات تقرا على روحها عادي اما تشكك كل شيء وديما تسال بابا قاعد ديما نسال بابا وكل شيء ديما يقول لي ذكر شيطان يوسوس لك واستعوذ من الشيطان واستخف من الشيطان سالتني سؤال ضحكت برجولي قالت لي مادام نحن يوسوس لنا الشيطان بشكون موسوس للشيطان باش عصى ربه معناها قعدت بيت معنا سؤال معنا تحكون برشا معنا تكيف طفلة يعني شكون وسوس للشيطان باش عصا ربه قعدت نغزلها معنا تكيف بالقديم طفلة سؤال معنا في واحد قلت لها ما باش كيفاش تسال السؤال هذه ما عندكش الحق تسالو في الاسلام ما يجاوبوكش يقول لك ما يجاوبكش وكل شيء قالت لي حتى بابا ما يجاوبنيش يعني ساعات ما يطلقني معنا بالفعل وعطيتها ساعات معناها عطيتها حكايات اللي تلوج فيهم ما نعرفش كلوج قال لي خاطر ما عادش نحكي معها تو اما وقت كي رجعت لباها كي مشيت لباها من غدوه قالت له راه فما واحد هكا وهكا راه يحكي هكا في الكلاس وكل شيء وجاني وقال لي اعمل هكا وكل شيء بس عادش قال لها باها تعرفش قال لها باها قال لها انت ماك تشكك برشا في الدين وكل شيء ذاك ربي بعث لك واحد معناها باش بعث لك واحد في هيئة شيطان ولا شنو هو ركبه شيطان ذاك ركبه شيطان بعثوا لك ربي باش يختبرك ولا شنو يختبر إيمانك باش يختبر إيمانك يا أخي جيت تحكي لي من غدوة جيت ما عندك حبيت نحكي معاها قالت لي ما بعدني ماش تحكي معايا كل شيء قلت علاش فما كل شيء قعدت نجس فيها علاش معناها شنو المشكلة قالت لي الحكاية دي قلت لها تو معناها في حكيت لي معناها الحكايه ذي باه كيفاش قالها لينا شيطان وكل شيء قلت لها انت معناها قلت لها انت مصدقته لينا شيطان معناها ما حبيتش نقول لها راه بوك كيف قلت لها مصدقته عطيتها معناها من الاخر انت قلت لها راه مصدقته ولا قالت لي مصدقته ولا لا هو يقعد بابا وكل شيء وما نحبش مشاكل وبعدني ما عادش تحكي معاه اذا من وقتها ما عادش تحكي معاه انا من وقتها زاد خرجت ما قلت لك به وتوا كيفاش تحس روحك عادي ما نسوي انا من ساعات العبيد يتسائل ويقول لك خرج من الدين ما عادش عنده الحياه نتاعو ما عادش عنده حتى قيمه ويقول لك ما عادش عنده حتى روابط معناها ما عادش حتى شيء حاجه تشده باش يعمل الشر هذا مش صحيح هذا مش صحيح طبعا مش صحيح بالطبيعة أخلاقك يعني الإنسانية تبقى ديما أخلاقك الإنسانية صحيح أي فما حاجة معناها من نحب نقولها يعني علاش تخمو كيكة يعني علاش يعني عبد كيبدأ مثلا حاط في مخه اللي هو باش يموت غدوة ولا بعد غدوة ولا حاط في مخه اللي هو باش يموت يعني واللي هو عنده معناها شغف باش يعمل حكاية معناها في الدنيا فهمت علاش لازم يعمل الشر معناها بالدين ولا من غير دين معناها علاش باش يعمل الشر كي هو عنده معناها جول عنده هدف معناها باش يحب يعمله
ويعرف روحه لو بش يموت هكا ولا هكا، مين عارف شغله روحه غدو بش يقوم ولا مش بش يقوم، بش يموت ولا مش بش يموت، يعني ما عندوش عليه، ما عندوش دفع مش يعمل الشر، ما عندوش حاجه مش دوافع مش يعمل الشر، ما فهمتش انا يعني ليش يخموا كيك العبي. هما يخموا ان الانسان كان ما تخوفوش من اله او من غوله او من ربروب كبير، يعني اكثر توا المتدينين تلقاه ما يعملش الشر، فهمت؟ ما يعملش الشر على خاطر خايف، يعني ماهوش معناتها ما يعملش الشر على خاطر مقتنع اللي هذاك الشر، مثلا ما يسرقش على خاطر خايف لا ربي يعاقبه، كان جاء معناتها معناتها كيما نقولوا احنا تقول له ما فهمش ربي ولا يسرق. اذا هنا هذه هي المشكله، هما يسخيبوا الانسان كي يخرج من الدين، يعني ولي انسان ما عادش عنده اخلاق، وهذا مش صحيح، لان الاخلاق موجوده هي اخلاق انسانيه، هناك قبائل موجوده الى الان، فهمت، في استراليا وفي افريقيا وغيرها، وعندها نظام اخلاقي عالي جدا، فهمت، ما عنده حتى دخل يعني بالدين ولا بالمعتقد او بشيء، معناتها طبيعه بشريه، وهما المشكل انهم يمسكوا الناس باساس انه يعني لازمك تخاف، لازمك تخاف ولازمك تطمع، يعني شدينهم بالترغيب والترهيب. اذا انت تو مثلا حاجه تحس روحك ساعه ارتحت نفسيا؟ انا ما كنتش معناها متدين برشا، معناها ما فرقتش معايا برشا، معناها اما الحاجه الواحده اللي ربحتها معناها في الحكايه دي اني تعلمت معناها تعلمت تفكر. صحيح، تعلمت معناها نخدم مخي، وحسيت معناها الذكاء نتاعي معناها طلع شوية، يعني معناها تقدم في مخي معناها أذكى برشا، أذكى من قبل برشا، خاطر قبل كنت نحس روحي معناها نتبع تبعه، ما خدمش مخي جوست معناها هكا عايش هكاك معناها، تو ولا ليه؟ تو كيك وليت نخمم، وليت نحب نعرف معناها لازمني نعمل حكاية في الحياة، تحس روحك عندك موتيفاسيون معناها. يعني عندك تحب تعمل حكاية معناها بيها في الحكاية في الحياة معناها، كنت معناها مسلم قبل كنت صحيح عندي معناها دوافع باش نعملهم، مش كيما تو معناها نحس روحي معناها شيء قوي أقوى معناها. يعني قبل كنت معناتها تفكر معناتها أكثر صحيح. شيء مهم صحيح. بعد الموت إنك تدخل الجنة. هذاك شكون تخمم؟ يعني تنجح ما تنجحش، توصل ما توصلش، المهم تدخل الجنة. فهمت؟ أما توا لا، ولات الحياة عندها معنى بالنسبة ليك، يعني من ثقافة ما بعد الموت إلى ثقافة ما قبل الموت. أي خاطر ما بعد الموت حتى حد ما يعرف، حتى حد ما نجم يقول لك شنو بعد الموت، حتى النبي أصله ما رجعش بعد الموت وقال لك شنو صار، معناه جست يقول لك جست معناه هو قال معناه اللي فما جبريل هبط له من السماء قال له راهو بعد الموت شنو باش يصير، ما عندوش هو بيدو ما عنده حتى دليل، هو حتى كي تقول اعطيني دليل، كان جاي معناه العباد قبل قالوا له اعطيني دليل شنو بعد الموت ما يجاوبهمش، معناه حاجه ما نعرفهاش، حتى حد ما يعرف لو فما اله ولا ما فماش، ولا حتى حد ما يعرف شنو الفرق، فهمتش انا المسلمين شنو الفرق معناه انت باش تعرف انه الاله موجود ومن بعد اش عمل ومن بعد يعني وشكون قال ان الاله هو هذاك مش اله واحد اخر؟ هاي شكون قال هو الاله هو كي عرفت الاله هذاك شنو باش يصير لك في حياتك نتاعك، باش تبدل الحياه نتاعك، الحاجه الوحيده اللي باش تبدل لك حياتك هو الشغف نتاعك والانسانيه نتاعك، يعني انت بركه تنجم تبدل حياتك، فما حتى حد غيرك باش يبدل لك حياتك، لا دين لا حتى شيء. اذا نجم نقولوا اللي معناتها عندما تحررت من الموروث الديني أصبحت عندك طموح، وأصبحت عندك أهداف، وأصبحت عندك أشياء خاصة بهذه الحياة اللي أنت عايش فيها، ما عادش كما قبل، ما عادش تقول هذا السؤال حرام، حتى طريقة تفكيرك تبدلت، ما عادش كما قبل يعني. طيب بدلت بالجديد، بدلت حتى في مثلا في النظام نتاع حياتي تبدلت على الاخر، وليت منظم قبل كنت معناها عايش هكاك حتى عليها مش معناها كما نقولوا نحن عايش وكهو الدنيا ما عندها حتى قيمه، وجنه الكفار وكاللغه هذيك فهمت، وتسالهم علاش هم الكفار عايشين بالقدا ونحن عايشين بالواحد، يقول لك هربنا على ديننا وهم جنتهم هذيك باش يعيشوا فيها وكهو هذيك اللغه معناها، ما علاش هما عايشين هكاك خير منا، نحن نطبقوا معناها في حكايه معناها لازم كي معناها الرب بعث لنا الاسلام نورمالمون نحن نكونوا احسن معناها امه هكا ولا يعني كما قال احسن
احسن امه اخرجت للناس، علاش نحن مش احسن امه اخرجت للناس؟ يعني هو معناها مشروع فاشل عمهم، مشروع فاشل جمله واحده معناها. اي كيما واحد مره هوني في هولندا، واحد يحكي مسلم يحكي مع مسلم، قال له طب ربي احنا علاش جايين لبلاد الكفر؟ قالوا احنا محظوظين احنا. قالوا علاش؟ قالوا احنا باش نعيشوا جنتهم في الدنيا وباش نعيشوا الجنه نتاعنا بعد الموت، اما هما باش يعيشوا جنتهم في دنيتهم بعد ما يموت باش يمشيوا لجهنم. فهمت؟ يعني احنا جينا لجنتهم هذه من بعد الموت، فهمت؟ هما باش يمشيوا لجهنم واحنا باش نعيشوا جنتهم. لا والكي شويه ايه عبقرية. اذا معناتها يوبا معناتها تحس روحك متحرر، تتبع اخر الاكتشافات العلميه، وليت اكثر واقعي، تطرح اسئله وجوديه واسئله غير وجوديه. طبعا انت مازلت صغير ومازال عندك الامام، معناتها مازال عندك الوقت قدامك طويل باش معناتها تاخذ الحريه نتاعك الفكريه والنفسيه باش تكون ذاتك وتكون شخصيتك، واصبحت نوعا ما انت مسؤول على نفسك. صحيح ولا صحيح؟ ما تحس روحك معناها مسؤول على روحك بالقديم، معناها ما الاخ مثلا الاخلاق نتاعك انت مسؤول عليهم، يعني تنجم مثلا نقول هما العباد فما في الدين معناها اخلاق، قاعدين في الدين على خاطر الاخلاق. اي فما في الدين اخلاق وفما في الحكي فما ايات اخرى معناها ضد الاخلاق جمله واحده. يعني انت تنجم تاخذ معناها اخلاق من الدين هذاك من الكتاب، معناها من الكتيبه هذيك، ما هو كتيبه، تاخذ الايات هذوك تحطهم في الاخلاق نتاعك، وفما فما كتب اخرين تنجم تاخذ منهم. معليش شنو هو الحاجه معناها الحاجه المهمه معناها في القران؟ ما فهمتش معناها، ماهوش معناها حاجه تحكي على الاخلاق، ماهوش معناها الاخلاق الكل موجوده في القران، ماهيش موجوده الكل في الاخرين، لازم تمشي لحكايه اخرى، لكتاب اخر تجبد منه اخلاق، فما لازم تشوف ديانات اخرى، فما لازم تشوف نمط حياه الحياه اخرى. فهمت؟ الاخلاق انسانيه، ماهيش ملك وحكر على دين. فهمت؟ ماهيش حكر على دين. الاخلاق مثلا عندما يقول لك مثلا لا تكذب ولا لا تسرق، هذه معناتها كل الناس يعني يؤمنوا بها، يعني مهما كان دينه يقول لك لا تسرق. لكن المشكلة انه يقول لك مثلا في الاسلام يقول لك لا تسرق ولكن الكافر تنجم تسرقه. يقول لك لا تزني ولكن الكافر تنجم تغتصبه. فهمت؟ لا تقتل ولكن تنجم تقتل معناتها في الحروب وغيرها. فهمت؟ يعني المسألة ان الاخلاق مقننة. وحاجة أخرى مسألة مهمة، الإسلام لا يعلم الأخلاق أو الأديان لا تعلم الأخلاق، لأن هناك خاصة الإسلام يقول لك أنا عصيتهم فاستتيروا. إذا المشكلة تنجم معناتها أن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك به. يعني تنجم تزني، وحتى محمد سألوه قالوا له هل المسلم يزني يسرق؟ قال لهم يزني ويسرق ولكن لا يشرك بالله. إذا هذه هي يعني الأخلاق، هي أخلاق إنسانية ما عندها حتى دخل بالدين. أما هما دخلوا لهم في مخهم أن هذاك داخل بالدين. وهذه هي الغلطة الكبيرة، أن الشخص بعد ما علموهش اللي هذيك الحاجة راهي خايبة، وإنما قالوا له هذيك الحاجة كان تعملها ربي يحرقك بالنار ويعلقك من شوافر عينيك. هذه إذن في الشعور بتاعنا احنا ما نعملوش كل حاجة هذيك مش على خاطر معناتها نعرفوها ومقتنعين وواعين انها خايبة، وإنما على خاطر خايفين من العقاب ولا طامعين في الجنة. سيوبا، حبيت نسألك سؤال قبل ما نختم هذه الفيديو، علاش سميت روحك يوبا؟ كي ترجع للتاريخ نتاع المزيغ، تلقى معناها الملك هذا اسمه يوبا، يوبا الثاني، يوبا الاول هو ابوه، يوبا الثاني هو يوبا هذا. الملك هذا يوبا الثاني معهم يعيطوا له الملك المثقف. يعني انا تفتن فيه خاطر نحبك اللي يكتبوا معناها كل شيء، يكتب معناها عمره 20 سنه، يعني عمره 20 سنه يكتب في التاريخ الروماني، يعني معناها حاجه هذيك خريطه تفتن فيه طول، معناها تحسه معناها انساني على الاخر، معناها تحسه معناها مفكر ولا قبل الميلاد. يعني تفتن فيه طول، كان معناها كانك معناها مش شخص كيف الشخصيه نتاعي انا مثلا، يعني تحب الكتيبة وتحب معناها
العلوم وكل شيء انت تهتم به طول، معناته تسمي روحك كيفو طول، معناته ذيك عليه سميت روحي معناها كيفو. اي الحاجه الحل الحاجه يعني هو كان معناها العصر نتاعو هو يعني هو دعم العلوم ودعم معناها اول مكتبه اتعملت وقتها في اول مكتبه اتعملت كبيره على الاخر في عصره هو، وكان يدعم العلوم والعصر نتاعو حاش ازدهار وسلام يعني، وفي معناها مجال مساحه كبيره معناها المساحه الجغرافيه كبيره معناها. علاش 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 ما يكونش هذاك القدوه نتاعي؟ علاش يكون نبي معناها في 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 بعيد عليا برشا معناها؟ علاش يكون معناها ما يكونش؟ علاش الله علاش مثلا الاله ما جبدوش هذاك؟ اذا معناتها انت كتونسي يعني تحس روحك امازيغي؟ اي بالطبيعة. ماكش عربي خاطر ما ليش عربي الاشخاص معناتها يقول لك انا عربي 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 فهمت يعني عندي اصحابي كيكا يعني شنو هو معناتها كيما نقولوا احنا كيما احنا تكلمنا قبيليك على المد اللاديني في تونس اللي هو يتكاثر خاصه في اوساط الشباب، شنو هو المد نتاع الهويه؟ قاعد ينتشر ولا اقل؟ لا اقل، اقل برشا، اقل برشا، اقل برشا. يعني توا انت وقت تحكي مع اللادينيين يقولوا احنا لادينيين عرب؟ لا المشكله مش فيهم، المشكله في التعليم، في التعليم من الاول ما يقريوكش على السكان الاصليين، يقريوك كان على الوافدين، يقريوك كان مثلا على عليسه وكيفاش جاء عقبه بن نافع وكيفاش جاء سنان باشا والاتراك ما يقريوكش يقول لك وحنا فالي ما يقولكش امازيغي، يقول لك راه فينيقي جاء معنا اي يجي يقول لك راه القرطاجيون ما يقولكش امازيغ، يقول قرطاجيون القرطاجيون معناتها يقول لك فينيقيين ماهمش بونيقيين كيف رغم اللي هو معناتها دمج من بين البنوقيه، صحيح جاء وفد صغير مفماش عليه ادله تاريخيه كبيره. المهم يعني البنوقيين معروفين قبل القرطاجيين، وهذا معناتها موضوع كبير ياسر يعني، فما هناك تزوير للتاريخ. اي في مش مشكلتهم هما في مخهم انه هما عرب يعني في الصغرى ما يقربهمش معناها السكان الاصليين، وزيد يقريهم على عقبة بن نافع وطارق بن زياد ما يقولكش راهو امازيغي، طارق بن زياد يقول لك راهو عربي. معناها فتح مسلم فتح الاندلس وكل شيء. اي ما يقولكش يعني ما هما كي يحبوا يخبيوا شخصية شخص يقولوا مسلم. وكي يبدا مثلا شخص مثلا فلان مثلا عرش انا ابن رشد يقول لك مسلم. مثلا الفارابي يقول لك مسلم. الخوارزمي يقول لك مسلم، ولكن وقت يبدا عربي يقول لك عربي. فهمت؟ اي وقت يبدا عربي يقول لك عربي، كي يبدا مش عربي باش ما يظهرش اللي هو مش عربي يولي يقلب كما نقولوا احنا الاسطوانه، يقلب الحكايه ويردها هو مسلم. فهمت؟ واكثريتهم يقول لك نحن معناها تولدنا على لغه العربيه وتولدنا معناها على الدين الاسلام، دين الاسلام لغه العربيه يعني لغته العربيه ونحن معناها عرب معنا. يعني مش يعني تتكلم الفرنساويه تولي فرنساوي ولا تتكلم الانجليزيه تولي انجليزيه. هذاك اش قلت؟ ويقول لك العربيه لغه الجنه. لغه الجنه، حتى مالطا اللي يتكلموا كيما التوانسه تقريبا هما عرب المالطيين. لغه الجنه دي ما فهمتيش يعني معناها لغه الجنه، ايوه لغه الجنه زاد خاطر ابو لهب زاد كان يعبد في الاله نتاعو بها. معناتها النقاشات حول الهويه يعني انت ما تناقشهاش مع بعض اصدقائك غاديك في تونس؟ لا يقبلوا النقاش، يقبلوا النقاش على الهويه. اما ديما يزدوا لك الحكايات اللي قراوهم في البدايه هما غاديين بالطبيعه، تقول ولا برا لوج وبرا شوف وبرا كل شيء ما يحبش. يعني المشكله انت تشوف الجهل وعدم المطالعه وعدم الاطلاع هو سبب التبعية اللي موجودة وهالتخلف اللي موجود للعروبة وللإسلام العروبي أنا نسميه، خاطر الإسلام بتاعنا التونسي ميقلقش أو الجزائري أو المغربي أو الليبي، يعني الإسلام اللي خذا كان التقاليد والعادات فقط فهمت ميقلقش، أما الإسلام العروبي اللي فيه الجهاد وتطبيق الشريعة هو الخطر فهمت. أي أنا نشوف هكاك معناها قلة ميحبوش يجتهدوا معناها، معناها اللي في عمري ما يحبوش يشوفوا ما يحبوش يجتهدوا، معناها هي بحكي اخرى زيد فؤادي معناها عندهم انترنت
والانترنت مستعمل معناته الانترنت فلسه واحده تهبط لكل شيء يعني ما يستغلوش في معناها مش يشوف الاصل بتاعه ولا حاجه يستغلش غلط حكيت اخرى الهويه بتاعه مش يشوف الهويه بتاعه خاطر شعب بلا هويه شعب لا يمكن ان يتقدم يعني احنا عباره على ولاد حرام فهمت منتسبين للعروبه ومنتسبين اشياء ما انت ما عندنا حتى علاقه بهم اللي يجي في التاريخ هو اللي يجي ديما ركب علينا كما نقول سوف لا معناتها نحاول الاجيال القادمه وكما كنتي ومعناتها الشباب الصاعد وكل شيء انه يصحح التاريخ لازم الهويه بتاعنا فهمت الهويه بتاعنا الامازيغيه ليس بمفهوم عرقي وانما بمفهوم انساني الانسان الحر الامازيغي هو الانسان الحر هو الانسان المفكر هو الانسان اللي يحب العلوم المبدع الذي معناته يشارك الإنسانية في حضرتها تنجمش تقول لنا كلمة أخيرة وشنو النصيحة اللي توجهها للشباب اللي في عمرك وبصفة عامة فهمت قبل ما نختم هذه الفيديو أنا أمنيتي يعني أمنيتي معناها شمال أفريقيا يولي معناها كما دول متقدمة الأخرى مثلاً الولايات المتحدة الأمريكية علاش ما توليش الولايات المتحدة الأمازيغية يعني جد الاسم معناها حلو معناها أمازيغ معناها أحرار الولايات المتحدة الحرة معناها أحرار معناها هذيك أمنيتي معناها ونصيحتي للشباب معناها يلوجوا خاطر أكثريتهم يقول عندهم معناها ثقة العمياء إنه دينهم صحيح لوج 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 علاش أنت خاصش خاسر أنت لوج ومن بعد أعمل تحليلك الخاص وشوف معناها شنو معناها تحب تعمل مش تقول ديني ذاك خاطر علموني عليه قراوني عليه بابا وأمي نعطي فيهم ثقة ذاك هو صحيح ليه لوج شنو خاسر أنت شنو المشكلة كان تلوج معناها بكشي تفيدك في حكاية بكشي تولي تعرف حكاية أخرى ما فهمت طبعا هذه هي المشكلة أن حتى وسائل الإعلام مع الأسف وسائل الإعلام والمدارس وحتى داخل الأسرة ما فماش حوار صريح ديما يكتمولك صوتك ديما أسكت ما تسألش ما تبحثش ما تشكش فهمت اللي يخليه الناس مع الأسف يعني ينمو داخل المجتمع بتاعنا هذه الأفكار الجاهلية الأفكار اللي معناتها جابت لنا الدمار لتونس وجابت لنا الدمار لكل شمال إفريقيا بصفة عامة وحتى بقية العالم الإسلامي لو أنا معناتها أمنيتي إن هذوما علماء الجهل والتخلف حتى ما يسمى بالداعشيين أو ما يسمى بالسلفيين جيبوهم في التلافز في وسائل الإعلام يناقشوا مع ناس أخرين ضدهم في الفكرة خلي يعرفوا حقيقة أفكارهم بش يسمعوها وبش يعرفوها وخلي الناس يعرفوا بش يفرقوا من بين هذا الفكر والفكر المقابل ديما نقول أنا حتى في الصفحة بتاعي في المجموعة اللي موجودة في الفيسبوك يعني حرب الأفكار لازمنا نحارب بالأفكار لا للعنف يا سيدي فكرة مقابل فكرة نحي كل أنواع العنف وحارب بالأفكار يا سيدي أعطيني أنا مرة طلبت من أحد الأشخاص قلت له أعطيني ماذا قال ربك وأقول لك ماذا قالت إنسانيتي ونشوف الناس شنو تحكم هل تحب شنو قال ربك ولا قالت إنسانيتي يا سيدي اللي يحب يطبق الشريعة نكتبوله في بطاقة التعريف بتاعه كي يسرق قصنويته يكتب لك يا سيدي حاب تطبق الشريعة أما طبقها على روح المشكلة ما تطبقهاش على غيرك أنت تحب الشريعة يا سيدي بطاقة التعريف متاعك نكتبه لك أنت تحب تطبق الشريعة نشدوك عامل عاملة نطبقه عليك الشريعة المشكل تو معناها الشريعة معناها كما قلت أنت يدافع عليها بنات صغار ومعناها مش متحجبين ويقول لك نحب الشريعة وما تعرفش حتى معناها الشريعة أصل ما تفهمش شنو الشريعة وتقول لك نحب بيه تطبق الشريعة خاطر تحل في قناة اقرأ نهار كامل تسمع في قناة اقرأ فشريعة بها يا وشريعة بها نحبوا الشريعة ولا نحبوا وهي لا هي لا متحجبة وعندها في يديها معناها تليفون وكل شيء وتقول لك نحب الشريعة يشد داركم وتنقبوا بعد حكاية الشريعة هذيك هي المشكلة المشكلة كما قلت فهمت المشكلة هي الجهل يخافوا سي كريم يخافوا برشا العباد يخافوا معناها مش يخافوا معناها يقول لك معناها يا خويا مش قاعد نعمل في مشاكل تو يخطف لي ولدي ولا يقتل لي ولدي ولا يسرق فهمت
يخافوا لا يخافوا زاد فما حدود يعني فاهمين يعني يحبوا الشريعة وما همش فاهمين شنو هي الشريعة. أي الشريعة كان معناتها رغم اللي عندنا مثل الحي اللي يقع في داعش وفي سوريا حول الشريعة ولكن يقول لك هذاك لا يمثل الإسلام. أي لا يمثل الإسلام. هذيك الكل موجودة في كتب البخاري ومسلم وغيرها والقرآن وكل شيء فهمت؟ ماهيش موجودة البخاري لا يمثل الإسلام. والقرآن أنا ما نعرفش نعد ساعات مرة واحد نقش معاه يقول لي البخاري لا يمثل الإسلام والقرآن لا يمثل الإسلام ومحمد لا يمثل الإسلام والله لا يمثل الإسلام شكون يمثل الإسلام ما نعرفش شكون. ماهيش موجودة في المريخ تنلقاه. شكرا على كل حال على هذا الحوار الشيق يوبا ونتمنى لك كثير من النجاح وانك تعيش حياتك فهمت كما هي كما تحبها انت كل حريه وانك معناتها تشارك بالافكار بتاعك هذه وما حولك من اجل نحروا الدول بتاعنا من الاستعمار الجاهلي والاستعمار الفكري اللي قاعد مسيطر علينا واللي معناتها ماهوش عطينا قيمتنا وماهوش معرف بهويتنا الأمازيغية وماهوش معناتها عطينا القدر متاعنا باش نكونوا كبقية الشعوب ونشاركوا الإنسانية في إنسانيتها. شكرا ومع فيديو قادم وبالسلامة.